السلام عليكم، حياكم الله. بعد تغطيتنا تظاهرات ساحة التحرير تم احتقالنا، والآن تم الإفراج عنا واحنا بطريقنا إلى القناة. تعامل خلنا نشوف أحمد بن رخصيك، واحد قلبه محروق، تعامل مو سيء، أسوأ من سيء يعني. ويا اليهود ما يتعاملون بهالطريقة. وبالأخير الشخص اللي ما يستحي من طلعنا قال اعذرونا على التقصير. قلت لا والله، خوش كتلة والله لو بنجلاديش هسه تطل جواز تطلع غلطة عمره. رجعت العراق انا وحد، وصلنا امريكا ورجعنا نشتغل هالشغله. نقول بلدنا، لا والله مو بلدنا احنا، هنا الناس الخونه من برا الايراني مقدرين اكثر من عندنا. العصر اشتغلت علينا في مالها.